لا لا شكرا لا على لا الجواب رهيب، على شكرا عكس على الجواب. الموقف دائما الام ولا الاب قالوا اذا قمت ولقيته. هذا واحد اعرفه يقول انه كان مسافر للكويت تمام، وكان ماسك خط هو وصاحبه، كان عندهم مهرجان اظن في الكويت وحابين يعني اللجنه المنظمه مجهزين لهم الفندق ومجهزين لهم السكن من الف الى ياء. في يوم راحوا هم طبعا على اساس انه قبل النظام انك تدخل بهويتك، يوم انه جو عند التفتيش الا والله، والتفتيش هو طبعا صاحبي هذا معه الهويه تمام، لكن خويه هذا شبهه، لا مو بشبهه، حد فاقد ال سوى بلاغ اللي هو فقدان بطاقه الهويه. يوم انه جاء عند خويه الثاني قال له الهويه ولا الجواز؟ قال وش يسمونه لا اله الا الله او استغفر الله، ايه هويته هو حصلها، ضاعت سوالها بلاغ فقدان وحصلها، بس مفروض انك اذا سويت بلاغ فقدان تلغي تلغيها وتطلع جديده. اها فلما جاء قال لو شافها في السيستم قال انت مبلغ على بطاقتك قبل كذا، قال إيه مفقوده، اي انها مفقوده، قال هذه ما تعتبر الان وثيقه رسميه. قال يا رجال عندنا مهرجان عندنا حفل، قال ما يمديك. اوف قال جوازك؟ قال وين جوازي؟ في الرياض، ارجع للرياض الحفل اليوم ما ادري كيف. قال يا رجل يمين يسار؟ قال ما اقدر، النظام نظام. ورجعوا وضاقت اخلاقهم، رجعوا للخبر واخذوا لهم شقه وجالسين وهم ضايقه نفوسهم. كان وقتها مطر خفيف، ويتصل على امه قال يمه جوازي شوفيه في الدولاب على الرف الفلاني جنب الخزنه، شوفيه اعطيه اخوي وخليه يرسله ولا يجي فيه ولا اي شيء، الحفل كان مره مهم. تروح هي تقول لي يا ولدي ما شفته. قال لي شلون يمه؟ انا متاكد انه هنا في الرف، شوفه يدور يمين يسار ما حصلته. قال يلا لعلها خيره. يوم انه هذا اللجنه المنظمه يرسلون لهم، كان وقتها اقول لكم مطر خفيف على المنفذ، الا والله اللجنه المنظمه في الكويت يرسلون لهم والمسرح منهد من المطر، جت سيول قويه ذاك الوقت. الله اي والله. يوم انه سبحان الله العظيم انه برضه يجيه فيديو على الفندق اللي كانوا حاجزين فيه في السكن حقهم، الشارع ما شاء الله السيول تجرف السيارات. اوف 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 هنا قال فعلا لعلها خيره، هو كان يقول من اول انا اقول لعلها خيره، وش عن قولك لعلها خير، استغفر الله يا اخي الموقف هذا. لكن يقول سبحان الله العظيم من هنا عرفت وش معنى لعلها خيره، وش معنى المقوله اللي تقول لو عرضت العقدار على ابن ادم لاختار القدر الذي اختاره الله له. ممكن هو في ظاهره محزن، لكن هو في الحقيقه هو ان شاء الله خير لك، فتفائل باي شيء يجيك. الموقف هذا ذكرناه في، ما ادري هنا ذكرناه في البرنامج ولا انا سمعته والله، ممكن عبد الرحمن كان ذكر قبل او شيء، والله ما ادري ترى شاي بس سواد. لا بس حلو حلو والله. تعرف عبد الرحمن ولا سم تعرفه ذا؟ والله اعرفه. ما ادري هل انا سمعته من نفس الشخص ولا منك، والله ما ادري والله. انا والله ما ناسي انا في، بس الحمد لله انه ما راح يعني هو واحد من حبايبنا هنا في المجد. والله.